السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا اللي بيشوفونا من القاهره والمحافظات، اخواتنا ولادنا العاملين والمقيمين بالخارج، واللي بيشوفونا من الاشقاء. جنون الذهب راكب من جنون الدولار، مصر المجبوره تحل الفزوره. الحل من قلب البنك المركزي، البنك المركزي يتجاوب مع الضغوط مش مع ما يحدث عالميا. انما بورصتنا مثلا البورصه المصريه بتتهاوى النهارده تجاوبا مع التهاوي والسقوط العالمي للبورصات سواء في اليابان او في امريكا او غيره. انما البنك المركزي حتى الان لازال متماسكا على العمله المصريه ولم يقفز بها فوق ال 50 جنيه. هتقول لي هو اللي بيحصل عالميا المفروض يخلي العمله تزيد فوق؟ مش دي ازمه عالميه اللي بيسموها في الاقتصاد الوطني الصدمات الخارجيه، اللي لما تضرب الاقتصاد لو انت مش متحوط منها وعمل حوائط صد، وياما شبهناها بالموقف بتاع اليخوت. اذا انت مش ساحب لسان ومحجر واخد اليخت موقفه في مكان ميته ثابته، هتصبح تلاقيه متكسر ومتدغدغ لان صدمه خارجيه جات لك، زي روسيا واوكرانيا صدمه خارجيه، زي وقف سلاسل الامداد صدمه خارجيه، زي فيروس كورونا كان صدمه خارجيه. ده كمان صدمة خارجية ممكن ينتج عنه خلال أسبوع هيبان مشارف الأزمة العالمية الجديدة إحنا داخلينها ولا لا. اقتصادات كتير منها خمسة هتدفع ثمن الأزمة العالمية دي حتى لو ملاش دعوة بيها. مصر من تحت وانت طالع، باكستان، نيجيريا، تركيا، البرازيل، دول المرشحين الأكثر لدفع الثمن. بس إحنا أكتر ناس بحكم وضعنا في القوائم الحمراء. طيب تعال نروح للمربع بتاع النهاردة. الدولار في أعلى أسعاره في البنوك المصرية من يوم 6 مارس، كأننا بنعيد التعويم من جديد. ما الحاجة لذلك؟ البنك المركزي يعني غاوي يرفع سعر الدولار؟ مبسوط برفع السعر بيلاقي نفسه فيه إطلاق؟ طبعا محافظ البنك المركزي حسن عبد الله في موقف لا يحسد عليه، المفروض فاضل له 8 ايام ورئيس الجمهوريه يجدد له فتره الولايه او يقول له كل سنه وانت طيب، ويجيب بقى محمود ابو العيون ولا يجيب حد من القدام، فاروق العقده ولا حد من المرشحين ولا هشام عز العرب من السي اي بي، يا اما يخبطوا سنه كمان بالمخالفه للدستور ويبقى كده شغال قائم باعمال المحافظ وياخد سنة بس. انما لو كلف واحد جديد هيبقى تكليف باربع سنين، دستوريا مش من حقه يشيله بعد كده اللي هيجيبه باربع سنين ده. انما اتعملت برضه مخالفة للدستور مع طارق عامر، هو استقال، هم اقلوه، المهم ساب مكانه وكان فاضل فيه سنة شالها حسن عبد الله وخد تجديد سنة بعد منها. تعالوا العباد الشمس هنا، تعالوا لو عدينا الألف اكتبوا لي في التعليقات عشان انا مش شايف، وعدونا 1000 لايك وخدوا صوره سكرين شوت لو احنا معدينه وبعتوا لنا على الواتساب. شكرا جزيلا. بناء على ايه البنك المركزي النهارده حالا بنك زي البنك الاهلي بيقفل على تسعير 49 جنيه 45 قرش؟ بس ابو ظبي الوطني بيقفل على 49 جنيه 90 95 قرش، ده كده 50 جنيه يا جماعه. الدولار ب 50 جنيه في البنوك، مظبوط. هو كل ده عايز يراضي اصحاب الاموال الساخنه علشان لو جه يوم الخميس الجاي وما رضاهمش هيفاجئ بخروج حوالي من نص مليار ل 900 من نص مليار ل 900 مليون دولار. هو مش هيستحمل الضربه دي، احنا ما معناش المبالغ ديت لكن هنسحبها من الاحتياطي. طب لو هنسحبها من الاحتياطي ما كنا نفعنا نفسنا بقى، دخلنا مستلزمات انتاج وشغلنا الناس العطلانه، مش نافع، عطلان، الخضره في ايديهم ناشفه نشفان عجيب. كان ناقصهم صدمه خارجيه تيجي من بره والعالم. طبعا انت ممكن اخدك دقيقه في الازمه العالميه كده، جيروم باول الفدرال الامريكي فضل يشدد نقدي شدد نقدي منشف دماغه لحد ما جات له بيانات توظيف زي الطين وركود في امريكا وغيره. طول فتره التشديد النقدي كان الفايده احسن في اليابان، مستثمرين راحوا ياخدوا قروض من اليابان. اليابان لقى نفسه عليه ضغوط عاليه، اضطر وكمان بعد سنين طويله يمكن 20 سنه يدخل في رفع الفايده هو كمان عشان يخفف شويه الضغط. كده المستثمرين بقوا قدام نوعين من الضغوط، فايده في امريكا
وكمان فايدة في اليابان. ده مش وحش لو فضل مدة صغيرة، انما مدة تطول ينتج عنها هذا الايه، بوادر الانفجار اللي احنا فيه مش عارفين هتخلص على ايه بقى بعد كده لسه. انما هو دلوقتي اللي بيحصل ده بيأكد ان هو ممكن يروح في سبتمبر لسعنا 75 نقطة اساس نزول 50، انما مش ربع يعني. اللي بيحصل ده عشان يلمه مش هيبقى بربع في ال 25 نقطة. تعال بقى نشوف في مصر ايه اللي بيحصل تاني. قبل شويتين في تقرير صيني جايبه لكم من النيش، نيش الست الوالدة، ردعوا لها بقى. الصينيين شايفين الوحيدين في العالم اللي شايفين البنك المركزي المصري هينجح في مهمته ويوصل، اصلا ما فيش حد في العالم هينجح يوصل لمستهدفه من الدول اللي في القائمة الحمراء، مش هينجحوا لو اللي احنا فيه ده نتج عنه عن صدمة واقرت بها خلاص وحصل على الازمة العالمية دخل العالم فيها. شكرا، مستهدف التضخم مش هيتحقق، مستهدف الحصيلة من العملة مش هيتحقق، الاستثمارات برضو مش هيتحقق، فيبقى عندك مشكلة كبيرة مش عارف تلمها. دي واحدة. الناحية التانية، هو انت عندك دولارات جاية منين عشان نتكلم؟ معانا دولار نتكلم، ما معناش نقعد ساكتين. احنا معانا دولار قد ايه وهنصرف قد ايه؟ هل هنصرفه اكتر بكتير من اللي جاي لنا؟ ده الناس اللي لها فلوس عندنا بتتشرط دلوقتي، بتتشرط. انا جاي للذهب حالا عشان في ناس رهنت على كلامي الكام يوم اللي فاتوا، الذهب هيكمل هيكمل، قلت لك انتظر هينزل لك لتحت. نزل لحد كام دلوقتي؟ 2300 وكام، و90 دلوقتي ولو 80، يعني رجع لك لورا بظهره كام؟ 90 دولار. مفيش سلام لعم الحاج. مساء الفل، ربكم سعيدة ان شاء الله. فرصة احسن طبعا اللي داخلين شراء وهيقعدوا في لمدة سنة. الجملة اللي فاتت للي عملوا فيديوهات على فيديوهاتي مش مهم، عادي هارد لك المرة دي، المهم تنفع الناس المرة الجاية، المهم تنفع الناس المرة الجاية مش اشكال. وبناء على هذا الرجوع عالميا هيرجع محليا من 3350 دلوقتي عيار 21 هناخده كمقياس، المفروض يرجع معاه المحلي. طب هو مرجعش ليه قوي؟ عشان المحل دولاره زايد، بل انه النهاردة دولار البنوك اعلى من دولار الساغة، وهذه مساحة محترمة للي حابب ينقل الدولار لذهب حالا، يبيع جزء حالا ويخرج. مش هتقول هو جيب الذهب عالي، ما انت بايع الدولار عالي. واحد تاني يقول لك طب ما انا بعت بقى ب 47، استنى هيجي لك تحت، هيجي لك راجع لك، بعت ب 48 ب 49 من غير ونص جاي لك هناك. طب وايه الفرق بين اللي باع ب 49 ونص ده مفيش الفارق، هيبقى انه او هو مفيش فارق. ليه؟ انت بعت ده دولار عالي واشتريت ذهب عالي. طب والتاني، او انت نفسك في مرحله سابقه اللي هو من اسبوع بعت الذهب، بعت الدولار اقل واشتريت برضو الذهب اقل، امال الفوارق دي بتروح فين؟ الفوارق دي بيحركها سعر دولار البنك في البنك وفي الساغه. امال بيجي فارق منين؟ بيجي من الذهب العالمي اللي هو راجع النهارده، فبيخدم على الكل بقى، فرصه شراء للي بره مباشره، وبيخلق فرصه شراء غير مباشره محلي بس للي معاه عمله اجنبيه مش للي معاه جنيه. طب في واحد معاه جنيه ويقول لك خلاص انا مش فارق معايا، انا هجيبه واقعد بيه سنتين، مش مهم معايا ال 50 دي ولا هتفرق معايا. دي واحدة من قواعد شراء الذهب اللي بيشتغل بها بعض الناس، لأنه المؤكد إنه هيغطي ده بزيادة في سنة وفي اتنين وفي تلاتة عادي. إنما ال 10 جنيه بتفرق معاه اتأنى لسه، ورجعت الذهب العالمي بتقول لك إنه لسه. على فكرة كان هو هيحلق في تحت، أو كان هيسقط تحت ال 70 كمان، 2370، لكن حصلت موجة شراء من غير البنوك المركزية، لا مستثمرين دخلوا شراء طالعين من عمليات بيعية ضخمة في البورصات، فالناس خرجت من السندات الأمريكية في فلوس راحوا حشرينها على طول. فين حشر بالظبط؟ بنفس اللغة كده، تعاملوا بلغة الحشر على القصة دي.
راح حضرتك رايحين على الايه، على الذهب عالميا. الموجة دي لو خلصت حالا غيرهم هيعمل جني ارباح، وهنشوف، لان العالم حالا مهتز، في مخاوف، المخاوف دي متسعرة، في تسعير على الخوف، فهنشوف هما يعملوا ايه. ده مجزر اهو، هنشوف ممكن نبيع الدولار بعد يومين في العالي. انا بتكلم على ظرف الاني، الظرف الحالي الدولار يمكن من شهرين ما حصلتش ان نشوف دولار البنوك اعلى من دولار الساغة. هو مكره الان، البنك المركزي يديره اصحاب الاموال الساخنة وصندوق النقد الدولي، احنا مش موجودين، احنا مكرهين على اسعار الدولار العالية دي. ده مش سعرنا. افضل مكان شراء في السعودية، انا ما بدلش على الاماكن، كان زمان عملت لهم اعلانات هنا. ده للي عاوز ينقل بجزء من مدخراته بس، ما دون ذلك ما تعملش حاجة، يعني ما انتش حابب خلاص وهتقعد على المدى الطويل براحتك. ما احنا قلنا يا ارملي ان احنا عندنا فرصة شراء افضل من ذي قبل، اشتري بجزء، مفيش مشكلة تشتري بجزء دلوقتي. دهب كان راجع لك 90 دولار لورا، راجع لك 90 دولار لورا، يبقى ما تشتريش، علما بانه هيردهم، وهيبقى هو فعلا هيعبر عن نفسه كملاذ امن لكل العالم الفترة اللي جاية. بقى اسمها مصر ام الدنيا. انا شايف الاسئلة كأن صوتي مش واصل للناس، اكيد هيرفع بكرة عن اليوم، ما نعرفش هيرفع ولا لا. ما في حالة من عدم اليقين كبيرة جدا، لدرجة ان بنوك الاستثمار ممتنع عن اصدار توصيات. العالم، الجهات اللي بتنصح بالشراء او بالبيع او بالثبات ساكتة 6 ساعات، ما فيش تقرير من اي جهة عالمية يقول لنا احنا رايحين لحد فين، ايه اللي بيحصل. طيب محدش قادر يحزم، او انا متخيل ان هما بيعدوا التقارير، كل ما يقرب يخلص تقرير يطلع بيانات مختلفة، يحتاج انه يغير في الداتا، فيقطع الورق ويبدأ من الاول. عشان كده انا قطعت الورق كله قبل ما انزل، لان خلاص كده راحت عليه، احنا بنبدأ مرحلة جديدة من الحسابات، ينجو فيها من لازم تحوطه. الفقاعة اصلها عقاري، خلي بالك، احنا بنعيد كده 2008، بنعيد 2008، فرصة بيع محلي. شوف احنا سوقنا ما بيستحملش الحكاية دي، بس لو خرجت ب20% عشان تنزل مع اللي نازلين مش اشكال، مع وجود احتمال انه يخترق مستوى 2400 وفق اخر توصية من جولد بليون، يعني قال لك ادى 30% انه ممكن يخترق، مش رقم ما ينجحش بس موجود. عشان كده 20% كافي، 20% كافي. هتقولي مش هحققوا معايا حاجة وفارق المصنعية، خلاص اقعد ساكت ما تعملش حاجة. الصوت تمام. الشهادات الدولارية ما دي ما لهاش علاقة باللي موجود النهاردة، بس هو السؤال النهاردة اللي الخبراء بيصدروا، هي الأموال الساخنة موجودة؟ فلوسها موجودة؟ بس يعني السؤال دلوقتي الكبير، الناس بتسأل لو الفلوس موجودة طب الدولار بيعلى ليه في البنوك؟ يعني الناس دي جت تاخد فلوسها ما تديها لهم. هو أنت مش عارف من 3 شهور إن هم هياخدوا فلوسهم؟ انت عارف، طب اديهم الفلوس. العربيات ايه هنا، انا هريتك فيديوهات عن العربيات الاسبوع ده، اقلب في الصفحة وفي القناة هتلاقي فيديوهات كتير عربيات زيادات. اخر فيديو انا عامله لك على الزيادات كله رفع السعر وما بيسلمكش. ايوة عالميا نازل وبقوة، احنا ده اللي بنقول فيه، انت لسه جاي اسامة، يلا بيخلق لك فرص افضل للشراء، فرص مباشرة. دي نفسي تقول اسمي ام عمر. طيب مفيش احمد، عشان يبقى احمد او عمر. طيب اهلا يا ام عمر. في طلوع يا عبد الله يا احمد. ف
فالحمد لله ربنا برضو اكرمنا في المره دي في المسار بتاعنا انه العالمي وقف شراء محدش يشتري، فرجع لك هو 90 دولار. النهارده ببدا اقول لك انت قدام فرصه شراء مختلفه عن الاسبوع ونص اللي فاتوا، اللي هو من قبل ما يطلع البيان الفدرالي الامريكي الاربع السابق. هتستنى بالجنيه احمد؟ ما ينفعش، يعني انت رايح للعقار هيرقد، حتى لو هيرقد في ايدك مش بس انت واقف بالجنيه، ده بقى هيسيح في ايدك مش هيبقى معاك حاجه. غول التضخم هياكله وياكلك. عشت يا شعره والاقتصاد شكر. سجاير ولا ذهب؟ الاثنين. ده السجاير اخر الشهر جاي لها زياده، لو هتجيب جيب قبل اخر الشهر يعني من دلوقتي. عمرو بن نصر مساء الفل. المحل بيحتاج اذن امني، ما اقدرش اجاوبك. اخرنا 2400 في المرحله دي، يعني لو اخترق هيبقى حاجه تقدر تبيع جزء ب 20%. محمد دودار يلا، الله ينور عليك وعلى مجهودك، بحبك جدا واتمنى لقاء اليوم. احنا عملنا لك ده امبارح، بص عليه هتلاقيه النهاردة موجود 10 صباحا. اهلا يا عبد منعم. كرولوس جورج ابو كراس، انتوا جايين ورا بعضيكوا بقى. ابقى تعالى كلمنا صوت اللي بيسألوا في العقارات. ما ينفعش سؤال العقارات في جملة، ابيع العقار اشتري العقار، في اسئلة كتير لازم اسألها لك تجاوبني عليها. السوق السوداء النهاردة 51.25 وبتنفذ بدون امن، مفيش ضغط امني. تاني يا شعبان، انت اسمك شعبان رمضان بدوي، كان المفروض شعبان رمضان شوال. مساء الفل يا بدوي، ما انا بقول لك هو ب 2390 من شويه. اشتري بجزء واسكت عليه، بس بشرط انت ما تجيش تقول انا نازل اجازه كمان شهرين، تقعد فيه سنه اقل حاجه. تمام؟ اشتري بجزء وانتظر برضه. هتطل العالم كله يا ايمن. اتحوط بالدهانات براحتك طالما شغلتك. مرحبا يا سيري. جاوبنا وحيد، قلنا اه هينزل بضغط السعر العالمي زي ما زاد بضغط السعر العالمي. انا عاوز حد يكتب لي احنا قد ايه على البث، عشان انا الرقم مش عارف مش طالع ليه على التليفون العجيب ده. واكتبوا لي عدينا 1000 لايك ولا لسه. في احتمال يا ابو معاذ، اه الدولار عالي في البنوك 50 عالميا، هتشيل الذهب سنه طبعا. انت عاوز الفايده تبقى 1% او 2% بدل 5.25، تنتظر كل اجتماعات الفدرال الامريكي لمده سنه عشان تبيع الاونصه ب 2700 2800 اللي محتمل تبقى 3000 مع وجود ترامب. هيجنن الدنيا. تمام، مفيش حاجة هتثبت سعرها في مصر ولا هينزل سعرها في مصر، القادم ارتفاعات فقط. المعادلة كلها بتودينا في هذا الاتجاه. والله الركح يا وائل بيبقى شريكك، بيقبض منك في الطلعة وفي النازلة. لو عرفت تشوف حاجة تانية يا ريت. ايوه يا احمد يا عبد اللطيف، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت انك على كل شيء قدير. شكرا شرح خليفة، امين. دعونا كتير. ننجو من كل ولاد الكلب. لو اشتريت من بره مصر هتبيعه بره مصر، مش هتنزل بيه في مصر، تنزل بعملة، تنزلش بذهب.
اهلا يا ابو ايهاب. ايمن فرحات، لو شغلتك في الخشب، الخشب الخام دلوقتي بيكسب اكتر من مشغول، فانت فاهم اللي بحكي فيه. الاخشاب انا عامل لك حلقة عنها اول الاسبوع اللي فات، ارجع لها شوفها، كانت 10 دقايق. هات من الاتنين، هات من شغلك بس ما تشتغلوش الا بالطلب. ده يا ابو النمر محلي ولا عالمي؟ وريم نفس الحكاية. شكرا على كل المجهود الجبار معانا، واسفين على تعبك. شكرا. ممكن اخرج بسباك من المطار، يعني تاجرة هيعاملك معاملة التجار، انما حلي ملبوس ماشي. لا، الدهب هيساوي اعلى بعد سنة. اسمك كبير وغريب مش عارف اقراه، اوله طب. علامة بره مصر، فرصة شراء جزئية. مرحبا عز، قول لي عز عدينا 1000 ولا لا؟ التفاعل. لو فلوسك بالجنيه في مصر يا نمر تجيب من مصر، فلوسك بره عملات دلوقتي في فرصة تجيب من بره، بس وانت نازل هترجع تبيعه وتجيب عملات. بقى تعالى بس الأسئلة، كلمني صوت، ممكن يبقى بالليل إن شاء الله. ترامب هيفسح العالم كله، مش هيفسحنا احنا بس. ترامب الدهب 3000 الأونصة. ربنا يديك الصحة والعافية ويطمن قلبك على حبايبك ويروق بالك ويصلح حالك يا رب. أشكرك شكرا جزيلا، كلمان ضيف. ريم عايز اتضارب محلي 20% حد أقصى البيع، مفيش مضمون في مصر، عشان لو فاتك القطر يبقى 20% بس. شكرا يا خالد. عز بيقول لي 850 بس. طب شدوا حيلكم، 200 يتفاعلوا أوامر يا جماعة في الدقيقة الجاية دي، خلصونا من الحكاية دي. أهلا محمود عبد السلام. ليه أسعار الخردة بتنزل؟ دور على الحوت اللي بيلمها. نور فرغل متاخد غياب بقالك شهر. يلا فتحنا لك الدفتر. جلال ضيف، عالي الزيات. انا حاولت اخلي البث تفاعلي قد ما اقدر، علشان بحيث ان هو نبقى بنجاوب على كل الناس اللي عندها اسئله، لان الجو مربك اللي بيحصل في البنوك، كنا احنا بنتكلم عليه من اسبوعين وثلاثة ان هو هيقفز للمساحه ديت. الناس كتير اوحت لدرجه ان في دكتور، هقول ايه، انا مش عايز اعمل له ريحه، لكن طلع وعمل قصه وقال لك ده الراجل ده بيقول كلام وده مش هيحصل ومش هيوصل ل50 ابدا، بل انه راح ل45. المقاوحه دي من اسبوع، هتلاقوا الدكتور مدحت نافع بيرد عليه. فانا لقيت طالما الدكتور مدحت بياخد عني الحكايه دي بيرد، ممرمطه بصراحه بقى من ليله امبارح، بوستات ورا بعضها، اطلع اعتذر، اطلع قول للناس كذا، لانه خلى الناس بعت الدولار، وطلع على التلفزيونات وغلط الراجل. عمال يسكوا بقى من امبارح بالليل، فكويس عشان تبقى تطلعوا على القنوات قوي تحكوا اي كلام. انت مالك ادواتك؟ احنا على الله يا ابني، ده بلد الحظ والله. تلاتة 350. روح بنك ابو ظبي، اعلى سعر النهارده. بنك ابو ظبي قفل 50 دولار ب 50 جنيه، تحط الورقه تاخد 50. بنك الاهلي يلطشك في نص جنيه فارق، هو ده كلام؟ ده بنك ولا مصرفه؟ النائب احمد اورا يا مرحب.
بكل مجلس النواب. انا اللي مزعلني من مجلس النواب انهم سابوا اميرة بشقة تروح تمثل مصر في سلاح الرماية. يعني ما ينفعش، سابت البرلمان لوحده وراحت، وبعدين عشان في شعار كان مهم جدا ابو شقة ما يتقلوش لا، فراحوا واخدينها طلعت المركز الاخير. ايه الفرق بين انه كنا نبعت اتنين او تلاتة من البنات اللي على البث مكانها؟ يعني كانوا كده كده هيطلعوا المركز الاخير، مفيش حاجة، الشيخ ياخد الريح من البلاط خلاص ويبقوا راحوا فرنسا وكده. حتى الرحلة بصين فيها للناس. انت شغال في الزيت؟ طب اشتري زيت. ديت يبدو ان حضرتك بتشوفنا لاول مرة، يعني مطلوب منك تعمل فولو ومتابعة للصفحة اللي بتشوفنا منها حالا، وتعمل سبسكرايب لقناة اليوتيوب اللي بتشوفنا فيها دلوقتي. اتفضل اعمل، عشان كل بس هتشوفه تاني هيحقق لك فلوس، هتكسب من وراه فلوس. عندنا حاجة بنحكي فيها هنا دايما اسمها الجنيه الاستهلاكي، يعني تجيب كل الفلوس اللي معاك اللي مش نافع تكمل تجيب عليها ذهب او تجيب عليها دولار، وتروح شاري بيها الاكل والشرب اللي انت هتاكله لمدة اسبوع او اتنين او تلاتة او شهرين او تلاتة، لانه هيزيد. الموجة التضخمية الجديدة هتبدأ من 1.9 مع رفع سعر الكهرباء ومع رفع خدمات التعليم ومع رفع تعريفة الاتصالات، ده هيرفع معاك الزيت اللي بناكله والرز والحبوب وكل حاجة. هيجي واحد وطني بالزيادة يقول لك ما انت كده بتخرب لا قول له بص يا عم الحاج، انتوا بتطلعوا تعتذروا في الاخر، وانا عشان بسامح بيعملوها كل مرة برضه. قول له لما انا بشتري الايام دي كمواطن غلبان، هل المخزن الكبير اللي هما بيبقوا اعضاء في البرلمان اللي مخزن بقى بالاطنان مش وطني؟ وطني بدليل انه في البرلمان عضو اهو، مش كده؟ طب انا بقى زي دي ما عجبتهوش، قول له انا الثلاث شهور اللي اشتريت اكل وشرب فيهم دول مش هشتري فيهم من السوق، ابقى روح انت اشتري حصتي من الحبوب، انا خدت حصتي مقدم ثلاث شهور، انت بقى روح خد الباقي. هو هيروح ياخد الباقي ولا تلاقيه هو كمان شاري زيك؟ هو اشترى زيك بس مش عايزك تشتري معاه. طيب مش عارفين الواتس؟ خلاص اللي لسه جدد وخدوا سكرين شوت البث يحطوها في التعليقات نفسها، خد الصورة وحطها في التعليق. حلو ده؟ بسيط؟ يلا ما انا قلت لك طالما بره مصر عندك فرصة شراء افضل من زي قبل، دي فرصة مباشرة بس بجزء برضه. يعني لو انت معاك، لو فاضل لك شراء 10% خلاص خلص من الريال ولا الدينار ولا الدرهم، انما فاضل لك 50% شراء لا اشتري بنص القيمة دي مش اكتر من كده. ماشي، كلام لكل اللي بره مصر، يعني انت مش بره مصر انت في السعودية، يجي اللي ورايا يسألني انا بره مصر بس في قطر، مش فارقة، احنا بننسب على السعر العالمي. العقارات في فيديو عندنا هنا هتلاقيه في الصفحة وفي القناة اسمه تعويم العقارات، معمول من 3 أيام 100%. لو رايح تشتري اشتري في الحي اللاتيني الجديد اللي هم منزلينه، أو في الآر 5 في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي في العالمين ومنزل في مارينا حي كامل برضه لسه جدد ومخصص 5 شركات بتبيع فيهم. أعتقد على 1.9 مش هيبقى فيه ولا شقة فاضية، هو منزل حوالي يمكن 95,000 شقة. جوهرة نادرة، أشكرك محمد أحمد محمد خليل، فاضل تحط رقم البطاقة يا حاج محمد. أهلا يا نديم، ما أنا جاوبتك على العقار نفسه برضه، نفس الإجابة. دولار محتاج أطلع منه بالجنيه المصري يوم الثلاث 13 أغسطس، أطلع منه النهاردة ولا أصبر؟ طب ما تطلع بجزء. يعني أنت النهاردة كام؟ 8 باين؟ من 13. طيب خلاص انت في اليوم هيقول لي هيزيد جنيه ولا اتنين، ما انت هتبقى بايع جزء بس، اذا نزل يبقى خدت الاحسن، اذا ما نزلش يبقى شكرا.
اديك معاك الباب احوله، انما ما تقعدش بالكليه او تسكت بالكل، ما ينفعش ما ينفعش. مساء الفل علي الاهلاوي، فين تعليقك ده وانا اقراه؟ حاضر. الزقازيق بتمسي على ماجيك الاقتصاد، مساء الفل. تعالى طريق واقف وحش، بشتري ارض مباني، ابيع الذهب ولا ابيع الدولار؟ والله الدولار في اعلى اسعاره في مصر والذهب في اعلى اسعاره في مصر، بيعمل الاثنين. اذا تكملت البيع، اذا تكملت الفلوس هتعوزها بعد 6 شهور، خلي رصيد من الذهب، يعني تبيع من الدولار اكتر عشان الذهب ربنا هيرضيك فيه اكتر خلال 6 شهور او 7 شهور. اللي في الخارج تنصحهم بالشراء بجزء؟ طبعا علي توفيق انت لسه جاي حالا، انا قلت صح يا انكل، ماشي. انت محتاج دولار في شهر 2، اغير من عقار ولا انتظر؟ ايه اغير من عقار؟ الفلوس دلوقتي في شقة يعني؟ انت على ما تعرضه للبيع هتبيعه في شهر 2. بتوع مصر يستنى دلوقتي، احنا بنقول اتأنى لسه لحظة الشراء ما جاتش. انت كده محتاج تسمع البث ده من اوله. العالم اذا تراجع تاني 20-30 دولار هيرجع لك السعر في مصر. خاصة في حاجة في مصر، الساغة بتجهز لموجة تصدير، هو مش عايزك انت تشتري اصلا. اكتبولي كده عدينا كام دقيقة. عقار للاستثمار، ابيع واشتري ذهب. اذا محقق معاك الربحيه اللي انت كنت مستهدفها تمام. اخرج بجزء يا عمرو يا ابو عزيزه، بس النهارده تبيعه النهارده وتاخد ذهب النهارده تمام. نص ساعه معانا، 10 دقايق كمان بالظبط او اقل. مطعم مش بتاع زيت، الكتابة ما تكترش عليها في الكتابة عشان اعرف الحقها يعني. ممكن 20 دولار كمان، بس انت ما تقعدش تستنى. انت الناس اللي بتقعد تسأل كل يوم على الدهب العالمي، هينزل بكرة، هينزل بعده، هينزل كمان، نزل لك 90 دولار، ما اشتريتش، يبقى انت بتسأل ليه؟ طيب مستهدف رقم بعينه؟ مفيش حاجة في الذهب، في الاستثمار في الذهب اسمها كده، ولا في التحوط حتى. كل نزول فرصة شراء، وده نازل لك قرب ال 100 دولار. ما تشتري وبعدين تسأل هينزل أكتر؟ طب هيزيد تاني أكتر؟ كده، إنما دايماً تسأل بس. قول لي أنا نفذت آخر شراء على رقم كذا، هينزل أكتر؟ أجاوبك. يعني بحيث يبقى في جدوى، أنا عاوزك تتجرأ تدخل. والله ما اعرفش في تركيا النهارده هم عملوا ايه في الاسعار، مش متابع، مش ما تابعتش. الذهب تراجع مع العالمي ولا مثبتينه؟ التراجع اللي فات كانوا مثبتينه، ما تراجعوش. ثم ان دولارهم حالا قيمته في تركيا 37، هو بيبيع ب 33، اقل من قيمه. ده سوق موقفه موقف تاني. خليش فلوس في الكاشير يا علي، خلاص خليها زيوت، لان الزيت ده متعلق بسلاسل الامداد وباسعار الاستيراد وبسعر الدولار، فاظبط يا علي.
تأثير البورصة الأمريكية لحد الآن لسه ما سمعش في مصر. لو قطعة الأرض دي ما بتحققش أي أرباح سنوية أو معدلها أقل من 20%، عرضها للبيع على طول. أحمد عبد العزيز. هي فرص بقى يا وائل، وائل عصمت، دي فرص. الذهب رجع لك 90 دولار، تشتري تشتري، ما تشتريش إلا أنت حر. هيزيد بعديها، يعمل اللي يعمله، نزل لك. أنت جبت جبت، ما جبتش خلاص. اللي اشترى من ساعة لحقه بحاجة و80، اللي اشترى من نص ساعة لحقه ب90، اللي اشتري دلوقتي ب2400. براحتك بقى انت اتفرج. ما انا بقول لك انت في حالة من عدم اليقين، محدش، مفيش تقارير دولية حتى قادرة تطلع من اي بنك استثمار للناس. هنعمل ايه؟ أول 9 نبقى نحكي بقى يا جلال. حطوا بنزين في 9. دولار مدة 6 شهور مش هيديك اللي الذهب هيديهولك. امين يا رب، ربنا يحفظك من كل شر. امين. شكرا. دخله ضعيف في العقار، يعني ده عوائد التشغيل. ثمنه هو كام؟ الحركة في سعره هو اصل العقار نفسه. لو عرضناه للبيع دلوقتي يجيب زيادة عن السنة اللي فاتت 25%، 30%، نسيبه امرنا لله. اكتر من كده يتساب ونص، اقل من كده يتعرض للبيع نخلص منه. مش هتبقى سايب مكسب كبير للي بعدك، انما ممكن هو يبقى غايته يسكن فيه وخلاص مش يأجره. انما انت بتقولي لا بيدينا عوائد تشغيل مناسبة، يبقى ان تمنه بيزيد يعوض. انما لا عوائد تشغيل ولا تمنه بيزيد الزيادة المطلوبة، طب ملوش لازم. يبقى الذهب هيديك اللي هو مش هيديهولك. ربنا يبارك لك وينور طريقك. امين يا عم. امين. ده سؤال بيتجاوب على البث المباشر يا محمود يا عبد العزيز. شقق ولا ذهب في المفتوح كده محتاجه مراجعه. عبد الصادق شرحه، اسمع البث من اوله. حسام الزعلان، ما تزعلش نفسك. 500,000 وبيت متشطب وعندي تجارة الحمد لله شغالة، ازود بضاعة مستلزمات طبية ولا افضل تشطب؟ اذا ما عليهاش تسعير جبري وماله؟ اذا ما عليهاش تسعير جبري مستلزماته الطبية تمام، لو من النوع ده والفئات دي تمام. ايه البديل بتقول؟ مستلزمات طبية او اشطب. طبعا مواد التشطيبات كمان هتزيد، طالما فلوسك بالجنيه اشتغل على الاتنين. مواد التشطيبات هتزيد وزيادات كبيرة مش هينة وقريب. هزود كوتش، حتى الكوتش هيزيد. وبمناسبة الزيادة هنزود الكاوتش كمان هوا دلوقتي عشان يبقى زيادات. شراء الارض مقابل التنازل عن الذهب، حسستني انك بترسم حدود يا اخي. دولتين بيكلموا بعض. اهلا يا حسام. حسام المصري، احمد جوده، محمد عبد الصادق. امين. مدحت ياسين، محلي يا قائد، كلمت على المحلي. احنا خدنا بنزين، هناخد هوا بقى دلوقتي بعد الشر عليكم جميعا.
بلاش الشجر بيتعب الناس هيقصقصوا. في اتصالات ان شاء الله ربنا يقدر والمواعيد تمشي زي ما في دماغي ويبعد عننا اولاد الحرام، هنبقى كويسين ان شاء الله ونطلع هوا وكل حاجه. ناخد اتصالات. نورك يا ام زياد، سلمنا على زياد. يلا شكرا جزيلا يا حضرات. انا هبص على صور اللي بعتوها على الواتساب او اللي عملتوها في التعليقات، عشان النهارده هندي اشعارات جديده للناس اللي علقت اكتر او اللي تفاعلوا بشكل اكبر. الفيس بيروح مرشح 100 منهم ياخدوا لقب توب فان، يعني يبقى هو بيعلق مكتوب له انه توب فان لينا، فبيدي له التايتل ده. اي تعليق له بعد كده تلاقي معاه نجمه كبيره كده، فهروح اقول لهم بقى وصوا ادي 100 جدد، فبيطلع من نصيب اللي علقه، مش بمزاج انا بختاركم يعني، هو بيعملها لوحده، بيبقى هو عنده اداه القياس دي، وبيدي كومنتر كمان، يديك اشعار جنبك انك كومنتر عالي هنا. يقوم ده، طب ده فايدته ايه يعني؟ منظره؟ لا طبعا، عشان اما نيجي نطلع بس بعد كده يجي لك انت اشعار عن غيرك، يقوم لو حصل اي قصه او قيود لا قدر الله يبقى انت من الناس اللي القيود ما تاثرش فيها، يجي لك اشعار من لانك كومنتر او توب فان، تمام؟ فاللي بيحبونا يسعوا في الحكايه دي. شكرا يا حضرات. اللي عمل شايف الجامع اللي فوق خالص على التبه ده، فوق الشجر وفوق القصه كلها، المبنى فوق الجبل، المباني السكنيه دي فوق الجبال، مفيش حفر وخد رمل وروح ارمي في الترعه وارمي في البحر والكلام ده. يلا بس احسن كامل يكون سمعنا يروح جاي عامل الحكايه دي. بس هو بقى مش هيعمل كده، هو هيبني جبل الاول عشان يبني فوقه مباني. يلا قبل ما يبني الجبل، لان الهبل في الجبل. السلام عليكم، شكرا يا حضرات، لكم سعيدة. أوصى عليك. طيب حاضر ماشي، تهاني مجهود رائع، ألف شكر. اللي مش عارف يعلق يكتب إيه؟ ممكن مساء الفل، تحياتي، اكتب أي حاجة في كتاب حياتي يا عين، زي ما تحب يعني. هو الفيس مش هيعرف، ما بيبصش على ما الذي تكتبه، المهم تكتب بس مش ايموشن، يعني مش وشوش والحاجات دي، اكتب كلام. يلا لو ربنا قدر والنهارده كنت على الطريق الساعة 8 هبقى معاكم بس تاني ان شاء الله، ممكن ناخد في اتصالات. حلو ده؟ على بركة الله. يلا يومكم سعيد ان شاء الله.